أسسنا مجموعة عمل من أجل إعداد لسنة لذكرى 50 لوفاة الأمير عبد الفتاح الخطابي المصادفة أو الموافقة لسنة 2013. هذه السنة ستكون فيها جملة من الأنشطة الثقافية مثل المعارض الفنية، مثل معارض الكتب الخاصة بالريف، خاصة بعبد الكريم. هناك حوالي أكثر من 2000 كتاب ومقال علمي حول الريف وحول عبد الكريم. وآخر شيء هو مناقشة أطروحة ديال السي عبد الله كمولي حول موضوع جديد كل الجلدة، وهو الفكر والعقيدة، العقيدة والإصلاح في الفكر عبد الكريم الخطابي. هذا موضوع مهم. فالهدف من هذه السنة، أولا سنبدأ في سنة 2012 بإعداد ندوة مغاربية تشارك في الأقطار الخمسة المغاربية على الأقل بشخص واحد حسب التمويل الذي يمكن أن يكون عندنا، لنناقش حراك الشارع المغاربي على ضوء فكر عبد الكريم الخطابي التحرري الوحدوي. نحن نعرف أن عبد الكريم كان دائما يعمل من أجل تحرير هذه الأقطار ومن أجل وحدتها وبأفكار جديدة تحقق ثلاثة أشياء لهذا الإنسان المغاربي: الحرية والعدالة والكرامة. وأعتقد إذا ما تحققت هذه الأشياء الثلاثة، الحرية والعدالة والكرامة، يعني أنها ستتحقق الديمقراطية وسنسير إلى الأمام. لأن لا يمكن الإنسان أن ينتج، لا يمكن الإنسان أن يكون مسؤولا عن عمله إلا إذا كان حرا، ولا يمكن الإنسان أن يشعر بالسعادة إلا إذا كان يتمتع بالعدالة الاجتماعية، ولا يمكن الإنسان يكون مساهما مع الآخرين إذا فقد كرامته. هذا هو الجوهر ديال فكرة عبد الكريم الخطابي، وينبغي أن نعمل طيلة سنة كاملة بندوات مغربية وندوات في الخارج، بالإضافة إلى ندوة دولية يحضر فيها أناس من إسبانيا، من فرنسا، من مصر، من تونس، من الجزائر، من أماكن مختلفة، وطبعا من المغرب في الحسيمة. ندوة دولية نرجو لها التوفيق، وأشياء أخرى ستأتي يعني في حينها، لأن مجموعة العمل الآن في بداية أشغالها تحضر لهذه المناسبة الكبيرة. طبعا هذا بعد الاحتفاء بالذكرى المئوية لاستشهاد الشريف مزيان المصادفة ل 15 مايو 1912. نحن الآن في 2012، وهذه التظاهرة أيضا ينبغي أن تعطى لها كل القيمة العلمية والقيمة التاريخية والثقافية والأمجاد التي تركتها في تاريخ المغرب، لأن الشريف مزيان هو مؤسس المقاومة ضد الاستعمار، وعبد الكريم هو الذي ختم تلك المقاومة بملحمة أنوال، ملحمة الشاون، ملحمة البيبان، التي تركت العالم كله يقدر التقدير الكبير هذا الشعب المغربي الذي استطاع المغاربة والريفيون أن يعلموا الإنسانية كلها درسا في الحرية.